الحل اللي يحش الأعشاب الخضراء والطارية. هذا القرص السداسي ناجح جدا مع الأعشاب، قادر حتى يعوض قرص الخيوط. فيه 6 مواس تحرك اليمين لليسار، وهو يخليه يحش بدون أن ينكسر. كي يخبط في حاجة صلبة يتحرك. نركبه في آلة الحش اللي تشتغل بالبنزين. تبع الفيديو تشوف طريقة التركيب، طريقة بسيطة. نركبه في المكان تاعه ونثبته بالبراغي تاعه. نشغلوا الآلة ونبدأ نخدمه. هذا الديسك هذا ممتاز جدا في المناطق العشبية، خاصة الأعشاب. نستعمله ونقصه به العشب الطبيعي، الأعشاب الخضراء، الأعشاب الكثيفة، الأعشاب الطارية جدا. الميزة تاعو تخليه ما يلتصقش. السكين كيعاد حر الحركة في حال أعشاب كثيفة، يتحرك من بلاصتو وما يلتصقش في العشب. هكذا يدورو. شوف كي مثلا يلقى عشب كثيف، يتحرك من بلاصتو وينغلق. كي تعود الحشاشة تدور بسرعة كبيرة راح يتفتح ويبدأ بعملية الحش. نشوفوا في الفيديو طريقة الحش. استعملوه العشب طبيعي وعشب أخضر كثيف، كيما نقولوا سبولة الفار، هذيك صعيبة باش تحشها بالديسك العادي. الديسك هذا الثوم السداسي هذا يحشو. شوف مليح جابوه على سطح الأرض. تقدر تستعمله حتى في العشب الطبيعي تاع الصطادات.